والبنات ها هو راه قريب لينا قريب لينا يا ربي سمح لي سمحوا لينا ها هو الواد راه كنصني الوقايه المدنيه مازال ما جات وعتقونا عتقوا الروح عتقوا الروح يا ربي راه كيتزاد شوفي راه حدايا اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا ربي يا ربي هادو اللي ماتوا في هذا الفيضان هذا الله يغفر لهم الله يرحمهم الله يصبر عائلات ديالهم الله يصبرنا حتى حنا كنشوفوا داك المناظر لانها ليله صعبه صراحه على كل واحد متبع هاد الامطار وهاد العواصف الرعديه التي تعرفها طاطا وزاكورا والرشيديه وتنغير للاسف الشديد قلتها في واحد الفيديو وغادي نعاود نقولها الله يجازيكم بخير انت يا خويا ولا يا اختي كتفرجي فيا راه ولا رجال بزاف اللي فينا هاد الفرع هذا شوف اخويا الله يجازيك بخير ما تقول انت راه كتصوب ولا راه انت عندك ما عرفتش شي حاجه ديال الحرفيه باش انك تدوز لواد الواد راه ما معاش اللعب راه ما معاش اللعب راه ما بقاش في الحرفيه ولا عندك الحديد كبير ولا صغير راه انفو كتكون وسط الماء راه كتشدك الدوخه راه الفولون راه ما بقاش شاد انا ولا ديريكسيون ديالو راه غادي مع الماء لانك ملي كتكون وسط الماء راه سبحان الله راه شي دوخه كتجيك لا هذا كمشاهدين ملي كنشوفوا حنا شي مول طومبيل كنقولوا غادي ولكن هو اللي صايب راه اقسم بالله الا مرفوع راه غادي مع التيار لهذا الله يجازيكم بخير اللي تيسوق شي طوموبيل صغير ولا كبير يرد البال قبل ما تقطع الطريق تساءل فقط ما مصير العائلة ديالي ما مصير الأبناء ديالك إلا أنت مزوج ما مصير اللي تيعرفك ولا ما تيعرفني واللي ما تيعرفك هاد الأسئلة غادي تجاوب عليهم ما فوتيش دابا لا تفوت واحد ساعتين ولا تلت سوايع غدا وتفوت كاع الله يجازيكم بخير ما يجيش واحد يقول لي وانا راه غدا الخدمة وما الخدمة راه أقسم بالله العلي العظيم هذا الفيديو ديال 2018 واحد السيد الرموك ديال المعدن راه كنقول لك الرموك ديال المعدن غادي يقطع الواد نورمالمون راه ثقيل متقل غادي يدوز الرموك ولكن للاسف الشديد حتى مشى حتى داه الواد ماشي داه الواد بقدر ما الدوخه صافي غادي مع الواد حتى كي مشى كلشي مشى السيد دخلته واحد الهستيريا على الخدمه ما الخدمه الله يجازيك بخير حتى هاد مول الخدمه اللي غادي يضغط عليا يقول لي ما جريش في الوقت غير صافي الله سبحانه وتعالى راه هو الرزاق هو الضامن للارزاق ماشي بنادم هذه غير 20 يوم بوادي زيلف جوج سميتو كتكات ديال النصارى خدامين في بومعادن ثلاثه ديال النصارى ومغربي ماتوا جوج دوك جوج ثلاثه ديال الكنديين اللي هم عندي الطياره خاصني نمشي عنده الطياره في ورزازات داهم الواد جوج تم الانقاذ ديالهم جوج اخرين ماتوا لقاو حتفاهم مشى الطياره ومشى بنادم مشات الروح يعني لا تجازف اقسم بالله الا السيد لا اله الا الله محمد رسول الله كانسان حركت فيا بزاف ديال المشاعر سبحان الله السيده كتطلب النجده ولكن والو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اجمع رحم مولانا اجمع ربي الجنت وهذا مكان تمنى اختبرت تنزولي ومتى الرساله تكون وصلت.